اهلا بحضراتكم. مصر جميله. التلات 2024 12 مارس 2 رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه ودايما باحلى سعاده بنعيش بيها في رمضان، في اجواء رمضانيه جميله. الحقيقه الاضواء الروحانيه الجميله اللي احنا عايشينها في رمضان ما بين صيام المسلمين والمسيحيين في نفس التوقيت، الحقيقه حاجه جميله جدا، وحده وطنيه عاليه جدا ودينيه وثقافيه. الحقيقه يمكن النهارده عندنا خبر واحد عاوز اتكلم فيه، لانه الحقيقه ريليتد قوي او يعني بينتمي لنفس الموضوع اللي بتكلم فيه النهارده او هنلتقي بيه النهارده. الشباب هم محور الموضوع. انا عاوز الحقيقه اهني وفد الشباب المصري، شباب الفراعنه في المهرجان العالمي للشباب في روسيا 2024. الحقيقة كانت وزارة الشباب والرياضة أرسلت هذا الوفد الحقيقة والمكون من 100 شاب وشابة ورفعوا رأس مصر. ويمكن الحقيقة حضراتكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بيهم في لقاء خاص الحقيقة عشان يشيد بيهم، هو سعيد جدا بالشباب المصري، وده بيؤكد قوة العلاقات المصرية الروسية ويؤكد قوة العلاقات ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي رئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان أول خبر الحقيقة عاوز أتكلم فيه النهاردة. لكن النهاردة بقى أنا معايا حاجة جميلة جدا، حاجة من أروع ما يمكن، شباب مصري جميل. إن زي ما أنتوا عارفين الهيئة العامة لقصور الثقافة هي من قلاع الحقيقة الثقافة في مصر، أقوى قلاع الثقافة في مصر، وهي الحقيقة اللي بتعمل حماية للوعي وللثقافة وللفن وللذوق المصري. وهي عمل قصور الثقافة ليها حوالي 500 قصر وبيت حوالين في جميع أنحاء ربوع جمهورية مصر العربية. النهاردة أنا معايا فرقة من الفرقة دي، ويمكن فرقة البحيرة تحديدا هي اللي هنستمع ليها، وهنسمع النهاردة فنهم وإحساسهم، وقولوا لي رأيكم إيه في روعة وجمال الشباب دول. ويمكن بيتشرف الحقيقة باللقاء رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيوني اللي بيشرفني النهاردة، واللي يكون دينا معاه حوار اعتقد انه يكون عميق وشيق قوي. اهلا بيك معنا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، منور الدنيا يا فندم، منور وجودك. وبشكرك الحقيقه على رعايه الجمال ده، يعني فرقه طبعا. البحيره للانشاد الديني هي فرقه مميزه جدا من الفرق اللي عندنا في اصول الثقافه. دي حقيقه فعلا يا فندم. انا سمعتهم قبل التسجيل حاجه او قبل الهوا بس مباشر. اسمح لي يا فندم في بدايه سريعه اعرف منك الهيئه العامه لقصور الثقافه نشاطها ايه حاليا؟ الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى هيئات وزارة الثقافة، يمكن من أهم الهيئات، يعني أكبر الهيئات، لأن الذراع الأطول على مستوى الجمهورية في وزارة الثقافة. الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشئت سنة 1945 وكانت تابعة لوزارة المعارف المصرية الأول. سنة 1948 صدر مرسوم ملكي كان اسمها الجامعة الشعبية. 1958 اتنقلت لوزارة الثقافة تحت الجامعة الثقافية الحرة سنة 1958. صدر اسمها الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة، أصدر قرار سنة 1963 بإنشاء الثقافة الجماهيرية، كانت مسماها الثقافة الجماهيرية. 1989 أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرار رقم 63، ده قرار جمهوري. الهيئة العامة لقصور الثقافة في القرار 63 هي هيئة ذات طبيعة خاصة تقوم على مرفق من مرافق الدولة تابعة لوزارة الثقافة، تهتم برفع الوعي لدى المواطنين من الثقافة والفنون في على مستوى الفنون، سواء سينما، مسرح، فنون شعبية، فنون تشكيلية، موسيقى عربية، جميع أنواع الثقافة والفنون بتهتم بها وزارة الثقافة، هتلاقيها موجودة في وزارة الثقافة. بالمعنى الأصح وزارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقدم كل ألوان الفنون اللي بتقدمها الوزارة. يمكن الوزارة فيها قطاعات مختلفة كتير، وكل قطاعات مختلفة وقطاعات كبيرة وقطاعات بتهتم بألوان الثقافة والفنون، بس كل قطاع مهتم بحاجة مميزة. الهيئة العامة لقصور الثقافة هي مهتمة بكل الأنشطة وكل الثقافات لسبب بسيط، لأن احنا الهيئة الممتدة على مستوى جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى جنوبها، من اسكندرية لحد حلايب وشلاتين، ومن سيوة لحد رفح، من هنا لهنا كل قصور الثقافة. جميل. يعني احنا شايفين نتاج القصور، وشايف ان بعض الفرق الموجودة، يعني فرقة البحيرة موجودة معانا، انت أشدت بيها قبل ما تسمعها عشان تعرفها طبعا. فاسمح لي بقى احنا والساده المشاهدين نسمعهم في اول فقره ليهم. طبعا اسمحوا لنا نسمع فرقه البحيره للانشاد الديني بقياده المايسترو اسامه علام. هتسمعونا ايه النهارده اول حاجه يا جماعه؟ مثلي في حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتفضلوا. Thank you.
الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. إيه الروعة دي؟ عندنا كم فرقه بالروعه دي في الهيئه العامه لقصور الثقافه؟ احنا عندنا فرق كتير. الهيئه العامه لقصور الثقافه عندها انا عندي تقريبا 121 فرقه على مستوى الهيئه بمختلف من اداء حركي لموسيقى عربيه. الموسيقى العربيه 59 فرقه منهم 27 فرقه موسيقى عربيه و14 فرقه انشاد ديني زي فرقه البحيره وفي بورسعيد، في 14 فرقه وفي 8 فرق تانيين موسيقى عربيه مختلفه ما بين ايقاعات شرقيه ما بين اغاني شباب، يعني في فرق مختلفه. ده على مستوى الموسيقى ما شاء الله على قد صغر سنهم الا انهم الحقيقه منتقين بعنايه. تكلمني عن اليات اختيار المواهب دي بتتم ازاي؟ هو فرقه البحيره من فرقه متميزه جدا في الانشاد، يمكن تكون احسن فرقه من احسن الفرق الموجوده عندنا في 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 البحيره. يمكن كان هي اللي عملت احيه 27 رجب، وهي يعني فرقه متميزين جدا. يرجع الفضل الاستاذ اسامه المدرب بتاعهم، راجل محترم جدا وراجل متميز 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 جدا يعني عندنا. يمكن هو اختارهم بعنايه فائقه، وهم بيتدربوا على طول، مواظبين على تدريبهم، مواظبين على شغلهم يعني بصراحه. والفرق اكبر من كده بكتير، يعني الفرق اكبر من كده، يعني فرقه كبيره ومتميزه جدا. تمام. كلمني عن مشاركه الهيئه العامه لقصور الثقافه في مبادره حياه كريم. حياه كريم احنا الهيئه احنا شريك اساسي في مبادره حياه كريم. احنا مبادره رئاسيه احنا بنشارك فيها من منطلقين، بنعمل من ضمن مع المؤسسه نفسها حياه كريمه، بنشترك معاهم، هم بيجوا مسارح وبنشتغل معاهم ورش، واحنا بنفسنا بنعمل نشاط من خلال الاداره المركزيه للدراسات والبحوث. اشتغلنا في 21 قريه، 21 قريه بننزل في القريه لمده اسبوع كامل متكامل، بننزل من اول الاسبوع لاخره. قبل ما بننزل القريه اللي احنا بنشتغل فيها في حياه كريمه، الاول بنعمل دراسه على القريه، ايه هي المشكلات اللي موجوده في القريه اللي احنا نازلين فيها ديت، وبنعمل دراسه عليها نشوف ايه نوعيه الورش والحرف اللي احنا نازلينها. يعني احنا بننزل بنقعد اسبوع بنعمل ورش فنيه، بنعمل حرف، بنشتغل مسرح، مواهب، تنميه مواهب، مواهب موسيقى، مواهب اداء حركي. يمكن الكلام ده احنا كنا اشتغلنا كمان، بيدخل معانا شركاء في الموضوع زي صندوق مكافحه الادمان، والكلام ده ظهر معانا في ساحل سليم في اسيوط. لما رحنا اسيوط احنا قبل ما ننزل اسيوط نزلنا عملنا دراسه، وكانت الدراسه كانت دراسه مثمره جدا. كان في هناك نسبه من الادمان دخل معانا صندوق بيشتغل فيها، قعدنا هناك اكتر من اسبوع، يمكن قعدنا 10 ايام كمان. وكان لها نتيجه ايجابيه، لان في ناس كتير بعد ما خرجنا بدات راحت تتعالج وبدات راحت تشتغل. يعني اشتغلنا اول ما نزلنا شفنا المشكله اللي احنا كانت هناك ايه، واشتغلنا عليها، كثفنا العمل على مشكلات القريه واشتغلنا فيها. اشتغلنا حرف تراثيه وحرف فنيه، واشتغلنا في فن تشكيلي، واشتغلنا موسيقى عربيه، وركزنا في شغلنا كله على المخدرات. وكان لها نتيجه ايجابيه جدا 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 في نهايتها. ما شاء الله ما شاء الله. اسمح لي نطلع فاصل سريع ونرجع مره تانية نكمل كلامنا مع بعض. انا الحقيقه متشوق جدا اسمع الجمال دول مره تانية، وكلام سيادتك طبعا لا يقل جمال عن صوتهم، لكن طبعا فنهم جميل بيطبق الافاق زي ما سيادتك سامع. تفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الروعه دي استاذ عمرو البسيوني. اعتقد سيادتك ان الاصوات اللي عندنا دي، يعني انا اكاد اجزم ان الفرقه دي فقط وفرقه البحيره فيها اصوات اروع من 90% مين اللي موجودين على الساحه. طبعا فن من الفرق المتميزه، والاصوات فيها متميزه جدا جدا بصراحه. حضرتك شفت العينه ده ممتازين 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 ما شاء الله تبارك الله عليهم. ده انا عرفت كمان معلومه مهمه جدا انهم بلديات سيادتك. انا حضرتك من البحيره. حضرتك من البحيره اصلا. البحيره اصلا لا لا لا، يعني فندم اتصور ان فعلا لا، بس هي فرقه متميزه، وده زي فرقه متميزه متميزه من احسن فرق عندنا في الانشاد الديني. ما انا فاهم، هو مش تحيز، انا فاهم طبعا. لا بس الحقيقه هم ما شاء الله عليهم تبارك الله. والاستاذ اسامه العلام الحقيقه بصراحه مجهوده مشكور جدا رائع بصراحه، وهو صوته مميز كمان. هم كام فرقه؟ هم كام واحد تقريبا اصلا؟ هم دول بس هم اللي جايين هنا دلوقتي 12، بس هم اكتر من كده بكتير، هم 30 واحد. 30 بالروعه دي. 30 بالروعه دي. اللهم صل على النبي ما شاء الله تبارك الله. كلمني على دور الهيئه العامه لقصور الثقافه عندكم في القصور، ان انتم بتحاربوا بتعدلوا الذوق العام، بتحافظوا على الذوق العام.
وبتقاوم كل انواع الفكر اللي ممكن تؤدي لنوع من افساد المجتمع او العقل المصري بشكل او باخر وايضا الذوق المصري. كلمني عن ده. هو الهيئه العامه لقصور الثقافه احنا عندنا انشطه متعدده جدا بتشتغل على النقط المحاربه الفكر ومحاربه الذوق العام وتنزل بيها. يمكن في انشطه اساسيه عندنا من اصول الثقافه اللي هي في كل قصور وبيوت الثقافه من ثقافه عامه من محاضرات وندوات وامسيات شعريه ومكتبه عندنا مكتبات والموسيقى. يعني يمكن الفن هو اكبر سلاح يحارب اي ارهاب واي تطرف. احنا بنشتغل بفن الفن بنشتغل عليه عندنا فرقه مميزه زي انت عارف البحيره فرقه مميزه جدا من الفرق المميزه عندنا فرق الفنون الشعبيه برضو مميزه عندنا فرق المسرح كتيره. ده بخلاف بقى المهرجانات والانشطه الكبيره اللي احنا بنشتغل عليها. يمكن احنا في عندنا عده انشطه كبيره بنشتغل عليها ومهرجانات ومبادرات كبيره احنا بنشتغل عليها زي ابدا حلمك مسرح وابدا حلمك سينما. ابدا حلمك مسرح ده ان احنا بنجيب رعايه الممثل بنطلع ممثل شاب ممثل شامل بنجيب الشاب من عندنا بينديله بيقعد عندنا لمده 6 شهور بياخد الالقاء الاداء الحركي التمثيلي الاخراج الديكور بحيث انه بيطلع مشروع ممثل شامل. ده احنا اشتغلنا فيه 3 مراحل مرحله اولى وثانيه وثالثه يمكن لسه اخر مرحله مطلعينها بتاع الوادي الجديد الخارجه والداخله ان شاء الله شغالين عليه مكمل عليه الفتره اللي جايه. عندنا ابدا حلمك سينما ابدا حلمك سينما نفسي ابدا حلمك مسرح ان احنا بنعمل ورش تدريبيه في المحافظات للموهوبين والمهتمين بنشاط السينما. ده كان من المواهب ده مجانا تماما مجانا تماما يتقدموا لحضراتكم. يعني انا ممكن يكون عندي حد ومكسوف ان انا اروح لكم لا 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 خايف ان انا اجي الهيئه العامه لقصور الثقافه او لقصور الثقافه واصل الثقافه الخاصه بالمنطقه او بالقريه بتاعتي. جميع انشطه قصور الثقافه مجانا تماما تمام كده تماما مجانا ما فيش فيها اي انشطه بفلوس الا مثلا عندنا بس اللي هو الاكثر نشاطا اللي احنا عاملينه الجديد اللي هو سينما الشعب. سينما الشعب دي هي اللي بتذاكر وعاملين تذاكر مخفضه لا تقارب بالسينمات الخارجيه. يعني تذاكر سينما الشعب الحفلات النهاريه ب 20 جنيه الحفله المسائيه ب 40 جنيه وتقدم نفس الافلام اللي تقدم في السوق في الوقت الحالي بارقام مضاعفه. انا بارقام مضاعفه فهو ده بفلوس بمقابل مادي ومقابل مادي يكاد يكون زهيد مش 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 مقابل مادي كبير. ده هو سينما الشعب اللي عندنا حاليا. احنا شغالين على حوالي 21 قصر ثقافه بيقدم سينمات بيقدم سينما تجاريه نفس السينما اللي بره. انا عندي موهبه وعاوز اجي لكم اروح ازاي؟ في قصر الثقافه اللي موجود احنا عندنا الموهبه في كل قصر ثقافه. احنا عندنا اصول الثقافه منتشره على مستوى الجمهوريه عندنا بالظبط احنا عندنا 560 موقع بس القصور اللي فيها مسارح 123 قصر. تمام. اهم القصور اللي هي قصور العاصمه الرئيسيه عندنا 27 عاصمه 27 عاصمه فيها قصر رئاسي في اهم مكان في المحافظه. اعتقد ان هو من اعلام المدينه يعني من اعلام مدينه دمنهور قصر ثقافه دمنهور من اعلام مدينه اسيوط قصر ثقافه اسيوط من اعلام مدينه قنا قصر ثقافه قنا. فاحنا من المواقع المتميزه اصول الثقافه وكل اصول الثقافه في العواصم شغاله وشغاله كويس قوي يعني الحمد لله. فاي حد عنده موهبه احنا عندنا بيبنى مفتوحه 24 ساعه شغاله مجانا بدون اي مقابل بدون اي حاجه سواء مسرح سواء سينما سواء موسيقى عربيه سواء اي نوع من انواع الفنون والثقافه. انتوا حرس والله العظيم انتوا فعلا حرس وانك بتحموا الذوق العام المصري بالذوق الجميل المقدم. انتوا بتعيدوا زي ما بيقولوا انتوا رمانه الميزان على راي المصطلح الشعبي. رمانه الميزان فعلا احنا القوى الناعمه خط الدفاع الاول للشعب المصري. بالظبط بالظبط عشان كده ارجو ان يكون في انتشار اكتر حتى عبر وسائل الاعلام اكتر. لا وعلى الفتره اللي جايه مع الوزيره الدكتوره نيفين الكيلاني بصراحه هي بتنوع الفتره اللي فاتت دي احنا شغلنا عليها ان احنا بس ما بنشتغلش على الاصول بتاعتنا داخلها لا ده في مبادرات مع الوزيره عاملاها مع التربيه والتعليم ومع التضامن الاجتماعي احنا بقينا نطلع بره. احنا ما بنقعدش بقى دلوقتي ما بنشتغلش بس عندنا لا احنا بنطلع بره التربيه والتعليم احنا بنروح المطالب للطلبه في المدارس بحيث هو بعد ما بروح له هو بيجيني هو هيجيني بعد كده هو هيجي باثر الثقافه بس انا بروح له الاول. احنا بنشتغل دلوقتي في المدارس دلوقتي شغالين على منهج مسرحيه المناهج يمكن عملنا مسرحيه اسمها سر حياتي لمسرحيه المناهج شغاله في منهج العلوم للصف الثالث الاعدادي فشغالين عليه. فاحنا دلوقتي طلعنا بره الجدران طلعنا بره اصول الثقافه دلوقتي احنا بنروح للتربيه والتعليم بنروح نشتغل عندهم هما بيجي يشتغلوا عندنا. الاتصال المباشر من اهم ما يمكن على فكره في التاثير على المتلقي او على الشاب او الطفل او المواطن بوجه عام. ما بقيش انا بسالوش يجيني لا انا بروح له. بالظبط كده. تمام. تسلم وربنا يبارك لكم يا رب. انا عاوزين نسمعهم تاني بصراحه. نسمعهم تاني. يعني هو بحيره طبعا بلديات سيادتك لازم نسمعهم تاني لازم نسمعهم على طول يعني. اتفضل هتسمعونا ايه تاني يا اسامه بيه؟
ايه الجمال ده؟ جميل. ايه الجمال ده؟ انا عاوز انضم للفرقه. لا يا فندم شرف ليك، ومش عايزين ننسى فرقه التنوره. فرقه التنوره في دي دي من الفرق المركزيه عندنا، من احسن الفرق لفت العالم برضو. فرقه التنوره فرقه مميزه جدا 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 في الهيئه العامه لخصوص الثقافه، ومن اقدم الفرق اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. لا انا عاوز احيي بصراحه المايسترو اسامه عدلان، استاذ اسامه، وعاوز احيي حضرتك واحيي الاداره اللي بتدير هذا الكيان، سواء بدايه من اول اختيارهم وترشيحهم وانتقاء اصواتهم وتدريبهم على الاداء بشكل او باخر، والحفاظ عليهم وهم متواجدين وموجودين لغايه دلوقتي. انهم وفي نمو، ونعرف انهم 30 زي ما قلت حضرتك، 30 عضو، 30 من فرقه، من كام فرقه موجودين في مصر بالقوه دي؟ في فرقة إنشاد ديني 14، بس هو من أقوى الفرق الموجودة، يمكن هو أقوى فرقة موجودة عندنا في الإنشاد الديني في على مستوى الجمهورية. نموذج للقوة الناعمة المصرية، نموذج مميز مميز، هو مشرف جدا لفرقة الإنشاد الديني، فرقة البحيرة الإنشاد الديني. بيتوقف الموضوع على رعاية مثل هذه الفرق والمواهب العظيمة لمصر، ولا في مستجدات وفي مواهب تانية بيتم اكتشافها زي الأشبال كده ويبدأوا زي البراعم؟ طبعا هو لا، هو أي فرقة عندنا دايما بيبقى فيه في كل سنة في شهر 7 بنعمل لها عملية تجديد، بنعيد تقييمها تاني. في ناس بتتحذف وناس بتدخل وناس بتطلع، هي بتنش قوام الفرقه من بتنش ثابته، لا في تغيير، في عناصر بتنضم، في عناصر بتخرج، وفي عناصر بتخرج لاي اسباب او اي ظروف خاصه بيها، في عناصر تانية بتدخل، فكل فرقه فيها تجديد. وبتن محافظين على قوام الفرقه وعلى تدريبها لحيث تتن في قوامها ونشاطها اللي احنا عايدنا عليها. طيب واللي بيخرجوا من الفرقه ممكن ينطلقوا بقى للسوق العاديه يشتغلوا بقى حر بعد كده؟ احنا اساسا احنا هواه، احنا مش محترفين، يعني الفرقه دي بكل قوتها وكل جمالها ليست محترفه. يعني ثواني يا فندم، دول كده وهواه؟ هواه. يعني هما كده مش محترفين؟ مش محترفين. طب لما نخلص الحلقه هسمعك محترفين بيغنوا ازاي؟ يعني لا شيء جنب الروعه اللي احنا سمعناها دي على فكره. فعلا يا فندم والله، يعني ما شاء الله عليهم، تبارك الله، ربنا يبارك لكم يا اولاد ويا بنات كمان. كان نفسي اسمع صوت رجالي بقى. انا واضح ان اسامه مختار كلهم بنات، فانا عاوز في صوت رجالي، في رجالي صوت رجالي، يعني نفسي اسمعهم. طب نفس مستوى. طب عندك حد ولا ايه دلوقتي؟ جاهز معاك دلوقتي ولا ما جاش؟ جاهز. انت بنفسك؟ هو اسامه من الاصوات المميزه جدا جدا على مستوى الجمهور، يمكن بيشارك في مهرجانات بره كتير، يعني بيشارك هو كصوت مميز، يعني اسامه صوت مميز. يعني هو مايسترو مطرب؟ طبعا. احنا عملنا حفله ام كلثوم، يمكن افتكرت الهيئه العامه لخصوص الثقافه كان اخر اولها الخميس اللي قبل رمضان، اللي احنا عملنا حاجه اسمها ايه، الخميس نهايه خميس من كل شهر كنا بنجيب ام كلثوم، فكان اسامه من ضمن الناس اللي كانت مشاركه فيها بصوته المميز. تمام، يعني اسامه بيغني ومايسترو بيغني. بس مش تنوره طاقه طبعا. لا تنوره. طبعا عايز اسمعك يا اسامه بعد اذنك، ممكن نسمعك؟ طب اتفضل، شوف هتسمعنا ايه بقى. أول ما كتب الألم، كتب الألم الله. ولا تنزورش لبيوت الناس.
ترضاش على روحك ما ترضاش يا خويا الناس. اسمع كلام ربنا اللي قالوا لجميع الناس، دي جنة الخل هيدخلها من الناس. والعافين عن الناس. رائع يا أسامة، رائع المايسترو المطرب الجميل الفنان أسامة علام، فعلا حاجة رائعة من أروع ما يمكن. أنا حقيقة برضو المرة العاشرة الحقيقة بشكر الفرقة الجميلة دي، فعلا رافعين راس مصر وهم دول معنى الجينات المصرية الجميلة بفنهم الجميل الراقي الحقيقة المحترم، وبشكر حضرتك. أشكرك. بشكر كل أعضاء الهيئة والقائمين على إدارة مثل هذه الملفات الجميلة إذا جاز التعبير للحفاظ على الأمن والهوية الثقافية المصرية. أشكرك. أستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شرف لي يا فندم. أشكرك. اسمح لنا بقى في الختام نسمع منهم حاجة يطلع التتر على صوتكم، هتسمعونا إيه؟ Thank you.
تصفي.